مشروع تطوير طريق الجهرة يتقدم ويتطور بشكل مستمر، وهناك أجزاء عديدة من المشروع مشاهدينا باتت واضحة المعالم لمرتادي الطريق. أكيد بنتعرف أكثر على آخر أخبار المشروع، وين وصل وكم نسبة الإنجاز ومتى يتم الانتهاء فعليا منه. تابعونا. مهندس ياسر بودسور، مدير مشروع تطوير طريق الجهرة، سؤال متداول عند كل مشاهد من مواطن وكذلك مقيم، وين وصل المشروع؟ متى ينتهي؟ طبعا المشروع احنا الان وصلنا الى نسبه انجاز في 93%، وان شاء الله من المتوقع الانتهاء منه حسب البرنامج الزمني بنوفمبر 2011. حلو. 2018 عفوا. يعني نقول هو في مراحل، اغلب المراحل انتهت، 5 مراحل. احنا نعطي نبذه شوي عن المشروع نتكلم فيها، نقول طبعا هو مشروع تطوير طريق الجهره يعد من اهم احد مشاريع الخطط الاستراتيجيه اللي وضعتها وزاره الاشغال العامه لتطوير طبعا شبكه الطرق عندنا. وبدا المشروع طبعا هذا من الجانب الغربي، اللي هو ابتداء كان من دوار بوابه الجهره اللي هو دوار شيراتون، لغايه امتدادا لغايه دوار الامم المتحده ما بين غرناطه والاندلس. تمت طبعا مباشره الاعمال عندنا في المشروع بتاريخ 13 سبتمبر 2010، والتاريخ طبعا المعدل للانتهاء اللي هو 17 نوفمبر 2018، بتكلفه اجماليه 264 مليون. عندنا طبعا من اهم الان الامور اللي عندنا وصلت تقريبا لنسبه انجاز الان في المشروع اللي هو بشكل سريع لها تخطت 93% عندنا، وتم استلام تقريبا 75% من اجمالي المشروع الان. احنا حاليا جسر المطار مقابل الكيفان، وين وصلنا بالضبط هالمكان؟ يعني قدامنا اعتقد النفق مهندس. نعم. اي احنا الحين واقفين طبعا في المرحله الرابعه عندنا في المشروع اللي هو جسر المطار. الان طبعا وصلنا فيها لمرحله نسبه انجاز فيها 95% ان شاء الله، ومن المتوقع ان شاء الله افتتاح المرحله هذه في نهايه الشهر الحالي اللي احنا فيه ابريل ان شاء الله، تكون ان شاء الله جاهزه للاستخدام ابتداء من خلينا نقول عندنا اللي جاي من طريق المطار باتجاه الميناء في الاتجاه واحد طبعا، والاتجاه الثاني راح يكون عندنا خالص، بس طبعا ما نقدر نفتحه الا لغايه ما يكتمل مع جمال عبد الناصر. يعني نقول المرحله الرابعه بتنتهي ان شاء الله بعد شهرين تقريبا، او من شهر الى شهرين. شهر ان شاء الله، خلال فتره شهر. شهر شهر حالي ان شاء الله باذن الله. المرحله الخامسه طبعا هي عند دوار المتحده. نعم. كم نسبة الإنجاز هناك ومتى إن شاء الله؟ المرحلة الخامسة احنا عندنا اللي هي تقاطع جسر الغزالي الأمم المتحدة، هذا تم تسليمه انتهى. احنا في عندنا طبعا أجزاء اللي راح يتم افتتاحها خلال السنة هذه إن شاء الله. في عندنا طبعا اللي هو جسر المطار مثل ما قلنا، احنا واصلين تقريبا نسبة إنجاز اليوم في 95%، وطبعا اللي عندنا فقط أعمال الآن الأسفلت اللي موجودة مع التشطيبات النهائية للجسر نفسه، ونتوقع إن شاء الله افتتاحها خلال أبريل الجاري. عندنا طبعا مرحلة اللي هي النفق، عندنا المرحلة الأولى زين طول 620 متر، والجسر الرابط اللي هو ما بين الدائرة الثانية وطريق الجهرة، هذا هم بعد الآن احنا في تقريبا نسبة إنجاز واصلينها بحدود 95%، وجاري طبعا أعمال تشطيبات الآن فيها النهائية من طبعا اللي هي الدهانات، والمتوقع إن شاء الله الانتهاء منه خلال الشهر القادم مايو 2017. طبعا أما عن الأعمال المتبقية باستثناء طبعا جسر الغزالي اللي هو تتضمن اللي هو الجسر الواصل بين طريق الغزالي مع جسر الجهرة في اتجاه مدينة الكويت، وجسر المطار القادم من جمال عبد الناصر وباتجاه شويخ، من المخطط طبعا الانتهاء منه افتتاحه للمرور في الربع الثالث من العام الحالي عندنا. حلو. مهندس النفق نبي تسليمه بالضبط اي تاريخ؟ الحين في تشطيبات اخيره خلاص. نعم، هو في مراحل تشطيبات الان النهائيه ان شاء الله، من المتوقع الانتهاء منها كلها بالكامل في نهايه مايو. من داخل
مشروع اللي هو رفع القدرة الاستيعابية المرورية للطريق الحيوي وترقية مستوى الأمان والسلامة المرورية، مما سيساهم في تقليل نسبة الحوادث المرورية والتقليل من الازدحام المروري بشكل كبير. كما يتم تنفيذ المشروع استعدادا لمتطلبات الحركة المرورية المستقبلية ورفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، كما يقوم في فصل حركة المرور العابرة عن حركة المرور المحلية من خلال الطرق العلوية والتقاطعات. قدم نسب الإنجاز في مشروع تطوير طريق الجهرة بشكل سريع، فوصلت عندنا نسبة الإنجاز لمجمل الأعمال إلى 93%، ومنها 75% تم استلامه وافتتاحه للمرور، وذلك تحقيقاً للاستفادة القصوى من المشروع. أما بالنسبة لموقف الأعمال التفصيلي، فعندنا الأعمال الإنشائية، عندنا البايلز تقريباً خلصنا 93%، القواعد 90%، الأعمدة 89%، ديفارم 91%، تركيب القطع 88%. أما بالنسبة لأعمال تحويل الخدمات، فعندنا الأمطار انتهينا بنسبة 77%، المياه خلصنا 96% من الأعمال، الصرف الصحي 83%، الكهرباء 97%، التليفونات بنسبة 95%. أما بالنسبة لأعمال الطرق فتنقسم عندنا إلى قسمين، قسم الأعمال العلوية وقد تم الانتهاء من تقريباً 75% من الأعمال في الطرق العلوية. أما بالنسبة للطرق السطحية فانتهينا تقريباً بنسبة 51%. يتضمن مشروع تطوير الجهرة تشييد 17.7 كيلومتر من الجسور، منها 7.3 كيلومتر بطريق الجهرة الرئيسي العلوي، وثلاث تقاطعات رئيسية هم جسر المطار، جسر الغزالي، وجسر المستشفيات بطول 2.4 كيلومتر بالإضافة إلى 8 كيلومتر من المنحدرات. كما يتضمن المشروع إنشاء نفق بتقاطع الطريق الدائري الثاني بطول 620 متر يعلوه دوار لحركة المرور العابرة، وأيضاً بإضافة إلى 10 جسور للمشاة. تكمن القيمة الهندسية الكبيرة للمشروع في حجم الأعمال التي تتم في موقع العمل وضخامتها، كذلك في التقنيات العالية التي يتم استخدامها لإنجاز المشروع وفقاً للمعايير العالمية العالية في هذه النوعية من المشاريع. على سبيل المثال يتم تشييد الجسور والمنحدرات بتقنية التركيب القطعي الحديثة، حيث تم إنشاء ساحة للصب المسبق لتصنيع أكثر من 8393 قطعة من قطع الجسور خارج الموقع، والتي قد تم تجهيزها بأحدث المعدات لضمان أعلى مستوى من الجودة والإنتاج. تقع ساحة الصب المسبق في منطقة الدوحة على مساحة 150 ألف متر مربع بإنتاجية تصل إلى 16 قطعة يومياً، وبقدرة استيعابية يمكنها تخزين 1000 قطعة من مختلف الأحجام والأوزان، وهي بمثابة المصنع الذي يتم فيه تصنيع القطع الخرسانية وفحص جودتها من خلال المختبر الموجود في هذه الساحة، فضلاً عن وجود مصنع للحديد أيضاً في ساحة الصب.
مشروع تطوير طريق الجهراء يستكمل طريق إنجازه، وهو يعتبر أحد المشاريع من إجمالي الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الأشغال العامة في دولة الكويت لتطوير شبكة الطرق في الدولة. ويقع المشروع في الجانب الغربي لمدينة الكويت ابتداء من بوابة الجهراء دوار الجهراء، وينتهي بعد دوار الأمم المتحدة. أعمال الطرق السطحية والخدمية. يتضمن تطوير 3.4 كيلومتر بطريق الجهر الرئيسي بالمستوى الأرضي، والذي سيتخلله عندنا 7 دوارات وعندنا 15 كيلومتر من الطرق الخدمة. أعمال تحويل وتحسين خطوط المرافق والخدمات. عندنا 3.5 كيلومتر من مجارير الأمطار، عندنا 33 كيلومتر من تحويل خطوط المياه، عندنا 8 كيلومتر من تحويل مجارير الصرف الصحي، وعندنا 51 كيلومتر من تحويل خطوط الكهرباء، وعندنا 12 كيلومتر من مسارات خطوط الهاتف. أما بالنسبة حق الجسور الرئيسية والجسور الرابطة بمشروع تطوير الجهرة، طريق الجهرة يتكون المشروع من 12 جسر رئيسي ورابط بينهم كالآتي: عندنا جسر الجهراء الرئيسي، عندنا الجسر الرابط بين الدائرة الرابع وطريق الجهرة في اتجاه الجهرة، وعندنا الجسر الرابط بين طريق الجهرة والدائرة الرابع في اتجاه الشويخ، وعندنا جسر المستشفيات، وعندنا جسر الغزالي، وعندنا الجسر الواصل بين طريق الجهراء وطريق المستشفيات في اتجاه طريق جمال عبد الناصر، وعندنا الجسر الواصل بين طريق المستشفيات وطريق الجهراء في اتجاه الجهرة، والجسر الواصل بين طريق الغزالي وطريق الجهرة في اتجاه مدينة الكويت، والجسر الواصل بين طريق الجهرة وطريق الغزالي في اتجاه الدائري الرابع. يتألف مشروع تطوير طريق جهراء من 17 كيلو و700 متر من الجسور العلوية بطريقة القطع المسبقة الصب، وهذا بدوره أحد الحلول للازدحام المروري، فهو سيساهم بشكل كبير في الفصل بين حركة المرور العابرة وحركة المرور المحلية ورفع القدرة الاستيعابية لطريق الجهراء، مما سيؤدي إلى التقليل من الازدحام المروري وخفض نسب الحوادث المرورية، كما يساهم برفع مستوى الخدمات لمستخدمي الطريق. يحوي المشروع في إنشاءاته حوالي 800,000 متر مكعب من الخرسانة، تضم الأساسات، الأعمدة، الجسور، المنحدرات، وكذلك مجموعة من الإنشاءات للنفق وجسور المشاة. أما طريقة تنفيذ الجسر فتتم باتباع تقنية التوازن الكابولي، بحيث يتم رفع قطع الجسر وتثبيتها في مكانها، ويتم تعديل القطع المصبوبة عليها وتغليفها بطبقة من الأبوكسي قبل ربط القطع مع بعضها البعض، ومن ثم يعمل على الشد المسبق المؤقت لكل قطعة وتثبيتها بشكل متوازن. ولهذه التقنية الحديثة حسنات عدة، كونها تسهل عملية إنشاء الجسر. كمية الأعمال الإنشائية: عندنا خوازيق النفق 1750 خازوق، أرضية النفق عدد 13، حوائط النفق عدد 26، خوازيق الجسور ب 4586، القواعد 499، الأعمدة 475، أعمال الديافرام 252، صب قطع الجسور 8393، وتركيب قطع الجسور ب 8393. ما هي إلا فترة وجيزة ويفتتح مشروع تطوير طريق الجهراء، وهو المشروع الذي سيحقق أهدافه المرجوة لمستخدمي الطريق، وسيسهم المشروع في تسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها ورفع مستوى الخدمات
وزيادة مستوى الأمن والسلامة على الطريق الذي يشهد كثافة مرورية عالية ويخدم شريحة كبيرة من المناطق الهامة والحيوية. مهندس ياسر، من ضمن المراحل الخمس وتحديد المرحلة الخامسة من مشروع الجهرة أو طريق الجهرة، جسر الغزالي، والأمانة ما أخذ هم كبير للمواطنين، وين وصلنا بهالجسر وشنو الإجراءات المتبعة حالياً؟ نعم، طبعاً إحنا بنتكلم عن اللي هو تقاطع جسر الغزالي مع الجهرة شوي في المرحلة هذه بتفصيل أكثر. جسر طبعاً الغزالي اللي طبعاً يمتد تنفيذه ضمن ثلاث مشاريع كبيرة، وهم تقريباً أهم ثلاث مشاريع الآن، اللي هو مشروع جمال عبد الناصر ومشروع جسر الشيخ جابر. طبعاً الجزء طبعاً اللي سيتم تطويره عندنا اللي هو يبدأ بهدم وإزالة الجسر القائم ضمن مشروع تطوير طريق الجهرة بطول تقريباً 600 متر عندنا، وبعدها يمتد طريق علوي فوق طريق الجهرة يرتبط مع جمال عبد الناصر ولغاية يستمر مع جسر الشيخ جابر. طبعاً تتكون أعمال الجسر هذه، جسر الغزالي، تقاطع الجسر الغزالي عندنا من أكثر من شيء راح يتم بناءه في المنطقة هذه. عندنا طبعاً اللي هو جسر الغزالي الرئيسي، وعندنا الجسر كي اللي هو الجسر الرابط بين جسر الجهرة الرئيسي وجسر الغزالي باتجاه الجنوب علوي، وعندنا المنحدرين سي وبي وهم منحدرات صعود وهبوط لغاية جسر الغزالي. طبعاً تتضمن إنشاء جسر الغزالي هذه أعمال عندنا منها 511 خازوق، وتم تنفيذ تقريباً منهم نسبة 43%. عندنا 61 قاعدة موجودة للجسر وتم تنفيذ منها 20%. عندنا 59 عمود في المنطقة تم تنفيذ 19%، وعندنا 47 تاج عمود وتم تنفيذ منها نسبة 19%. عندنا 20 ديافرام وتم تنفيذ منها نسبة 5% الآن. وفي عندنا طبعا تركيب قطع الجسر نفسها الرئيسي اللي هم 1016 قطعة تم تنفيذ تقريبا نسبة 8%. أما طبعا بالنسبة حق قطع الجسر نفسها كلها 1016 قطعة هذه تم تشطيبها بالكامل، تم تنفيذها كلها بالكامل. حلو. نعم. طبعا عندنا 51,000 متر تقريبا تشطيبات الجسور، وهذه 51,000 متر مربع للمنطقة هذه لحالها. طبعا الى الان هذه مرحلة لاحقة راح تكون بعد التنفيذ. طبعا راح يتم طبعا تتابع اللي هو اعمال جسر الغزالي ومنحدرات طبعا تتابع له على النحو التالي. طبعا اولا راح يكون عندنا اللي هو اعمال هدم الغزالي نفسه، واللي هو تقريبا يبلغ ازالة الجزء المطلوب عندنا بحدود 610 امتار. مهندس ياسر، بس بتكلم عن عملية الهدم اللي ذكرتها لجسر الغزالي، متى يعني راح يتم الهدم ومتى يتم الانتهاء منه اصلا؟ اعمال الهدم تمت، طبعا اعمال الهدم تمت عندنا من بداية ما ابتدينا في اغلاق الغزالي على طول، والان تقريبا وصلنا فيها تقريبا بحدود ال 50% من اجمالي المسافة عندنا 300 متر تم هدمها بالكامل الان. وباستكمال طبعا الان اللي هو هدم المتبقي من الجسر، بس طبعا بعد ما ناخذ موافقات الإدارة العامة للمرور بعمل تحويلات بديلة على اساس نقدر ننقل الترافيك او الحركة المرورية في طرق خدمية اخرى على اساس تتيح لنا العمل في استكمال هدم الجسر. طيب مهندس ياسر، قلت لي هالطريق هذا اللي هو جسر الغزالي طريق المطار يعني راح ينفتح وانت رايح، لكن الطريق الثاني وانت راد راح يتاخر شوي بالافتتاح اعتقد. الطريق طبعا عندنا طريق المطار الان اللي جاي عندنا من الدائري الثالث ورايح باتجاه الميناء ان شاء الله في نهايه الشهر الحالي اللي هو ابريل راح يتم افتتاحه. ومن الميناء الى المطار؟ من الميناء الى المطار هو راح يتم طبعا الانتهاء من كاعمال في الشهر هذا نفسه، لكن ما راح يتم افتتاحه الا لغايه ما يكتمل الربط مع جمال عبد الناصر، مشروع جمال عبد الناصر المتوقع ان شاء الله في الربع الثالث من السنه الحاليه. جميل. نعم.
المشروع إلى مراحل وما هي تلك المراحل؟ من بداية المشروع تم تقسيم المشروع إلى 5 مراحل. ليش؟ لمتابعة الأعمال بدقة، مع العلم بأنه يتم العمل في كافة المراحل بالتوازي لضمان وسرعة الأعمال. المراحل هي عندنا المرحلة الأولى اللي هي من بوابة الجهرة إلى طريق المطار، المرحلة الثانية اللي هي من دوار الأمم المتحدة إلى طريق المستشفيات اللي هي منطقة الصباح الطبية، المرحلة الثالثة اللي هي من طريق المستشفيات إلى طريق الغزالي، المرحلة الرابعة من طريق الغزالي إلى طريق المطار، والمرحلة الخامسة اللي هي آخر مرحلة اللي هي تقاطع طريق الغزالي. مهندس ياسر، من بلش المشروع لغاية الآن؟ بنتكلم عن الافتتاحات السابقة، كم جزء تم افتتاحه لغاية الآن؟ طبعاً الأجزاء اللي تم افتتاحها للمشروع عندنا كان الجزء الأول كان في يناير 2015، واشتمل طبعاً على افتتاح اللي هو دوار الأمم المتحدة والطرق الخدمية السطحية المرتبطة فيه، والجسر الرابط ما بين الدائر الرابع وطريق الجهرة، كذلك طبعاً الجسر الرابط ما بين طريق الجهرة والدائر الرابع بالاتجاه المعاكس. الافتتاح الجزء الثاني كان في اكتوبر 2015، واشتمل على دوار تقاطع الدائري الثاني مع طريق الجهرة. الافتتاح الجزء الثالث كان في يناير 2016، وكان هو جزء من جسر الجهرة الرئيسي بدءا من حدود المشروع ما بين غرناطة والأندلس لغاية أكاديمية سعد العبد الله بطول 4 كيلو في الاتجاهين، زائد طبعاً الطرق السطحية الخدمية من دوار الأمم المتحدة ولغاية أكاديمية سعد العبد الله في اتجاه مدينة الكويت. عندنا بعدها طبعاً الافتتاح الجزء الرابع في يوليو 2016، واشتمل على الجسر الواصل بين طريق الجهرة وطريق المستشفيات في اتجاه شارع جمال عبد الناصر. عندنا الافتتاح الجزء الخامس في نوفمبر كان 2016، واشتمل على جسر الجهر الرئيسي بدءا من أكاديمية سعد العبد الله ولغاية نهاية الجسر بعد طريق المطار ما بين كيفان وشويخ في الاتجاهين، ومن حدرات الصعود والهبوط عندنا المرتبطة بالجسر الرئيسي. طبعا هني يكون أكملنا احنا جسر الجهر الرئيسي بالكامل كافتتاح. حلو. بعدها تم عندنا اللي هو افتتاح جزء سادس في ديسمبر 2016، واشتمل على الجسر الواصل ما بين طريق المستشفيات من طريق جمال عبد الناصر لغاية طريق الجهرة في اتجاه الجهرة. هذه إجمالي الافتتاحات اللي تمت عندنا. هذا بالنسبة للافتتاحات السابقة. نعم. الافتتاحات القادمة أو يعني أقرب افتتاح متى راح يكون إن شاء الله؟ أقرب افتتاح عندنا إن شاء الله في إبريل 2017 اللي هو طريق المطار، جسر المطار من شارع الكندا دراي باتجاه الميناء رايح. هذا راح يكون في شهر 4/2017، وعندنا اللي بعده راح يلي على طول اللي هو النفق ان شاء الله في مايو 2017، وبالتالي طبعا استكمل هنا طريق الجهره كله كامل، ما راح يكون في اي اشاره، خط سريع من الجهره لغايه منطقه مدينه الكويت. ما بقى مشاهدينا إلا 7% وانتهي مشروع تطوير طريق الجهرة بالكامل، وبالتالي راح يتم افتتاحه لافتتاحية الطريق بشهر 11/2018.